ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. طبعا عملنا السمك حطيته في الفرن وري حضراتكم برضه عشان لسه في حد منضم لينا. اهو الحرارة 180 او ما بين ال 180 وال 200 زي ما انتم عايزين، شغالة المروحة والفرن. ولو عايزين لو بيشتغل عندكم التلاتة مع بعض مفيش مشكلة، بس تبقى هادية درجة الحرارة، تبقى هادية. اذا كانت بتبقى حامي هنقفل بقى، هنسيبه هيطلع، ما تسيبوش كتير لانه خلوا بالكم بيطلع من الفرن بياخد تسويه، او في السخونيه عبال ما بيها ده بيبقى دي تسويه، فمش عايزين السمكيه تتفل، عايزينها تبقى كده جوسي فيها شويه يعني طريه كده حلوه. طيب احنا هنعمل دلوقتي رز صيديه، انا هعمله بالرز، عندي رز بسمتي ذهبي، اللي عايز يعمله بالمصري طبعا يعمله مفيش مشكله خالص. طيب عندي 3 كوبايات من الرز البسمتي الذهبي، عندي 3 بصلات كبار متقطعين جوليان رفيع خالص شرايح، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره كزبره جافه، معلقه صغيره من الزنجبيل الباودر او نص معلقه براحتكم، معلقه كبيره بهارات سمك، حبهان مطحون، وعندي توم باودر، عندي عودين قرفه او نص معلقه قرفه صغيره، مرق سمك لو في عظم السمك وحضراتكم عندكم الورق المرق ده تمام، زيت نباتي، طبعا جوزة الطيب ما تنسوهاش لان جوزة الطيب من الحاجات اللي بتدي طعم حلو قوي للرز الصياديه. هم هيجيبوا لي، بصوا بقى انا هحط هنا شويه زيت، بسم الله، هو الطبيعي في المحلات ما بيعملوهوش يعني ليه توابل كتير كده، هم يا دوب تحميره البصل والكمون والكزبره وكم حاجه كده مع الملح وتمام، بيبقى رز صياديه رائع. في ناس تحب تضيف له مثلا معلقه صلصه او شويه طماطم متقطعه على حسب حضراتكم بتحبوا ايه، دي حاجه بقى اذواق، بس انا ايه قلت اعملها بالطريقه دي وهوريكم هنا في تركه كده. بسم الله، هنا هبدا كده في البصل، المفروض ان انا اشوحه واحمره واوصله لون البني خالص، هاخد معاه كده معلقه صغننه او نص معلقه من الملح عشان تساعد على ايه التسويه، وتنزل الميه بتاعته ويبقى تمام. هنا انا حمصت البصل هوري لحضراتكم اهو عشان بس بياخد وقت مننا، بقى كده زي بتاع الكشري، زي البصل بتاع الكشري، خدته حطيته في الحله زي ما هو كده، وحطيت عليه شويه من مرق السمك، عظم السمك، اي بواقي سمك موجوده هنحط معاها بوكيه جرنيه مثلا، عود كرفس، جزرايه، بصلايه، ورق لورا، ونسيبها تغلي مع بعض كده. اخد مرق السمك ده وبصوا حطيته فين؟ حطيته هنا، شايفين ازاي؟ على الايه؟ في الحله، وحطيت عليها شويه مرق وشويه بهارات سمك، بصوا كده شكل لونها عامل ازاي؟ اهي. انا هعمل ايه بقى بعد المرحله دي؟ دي بقى الخطوه اللي ايه؟ عشان احنا كنا ما بنحبش نحس طعم البصل جوه الاكل، فكان بقى ايه؟ بناخد كده بسم الله ونعمل كده. وبعدين نضربهم في الخلاط علشان الخليط ده يبقى خليط ناعم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو الله على الجمال. هنرجع بقى بيه تاني هنا، بسم الله، بصوا بقى الجمال. اهو شايفين الطريقه بقت عامله ازاي؟ اهو هبدا بقى ارجعه على النار، وهبدا احط عود قرفه كده، وتعالوا بقى هنزل الرز اول حاجه، شايفين؟ حبيبتنا وصديقتنا ام حماده فراوله تعبانه، ويعني بتدعو كل اصدقائنا ومتابعينا واصحابها انهم يدعوا لها، حبيبتي الف مليون سلام عليك يا فراوله، شفاكي الله وعافاكي يا حبيبه قلبي. هناخد كده شويه المرق وهنزود التوابل زي ما احنا عايزين، حطيت عود قرفه لان القرفه العود للي مش بيحبوا طعم القرفه، القرفه العود مناسبه لانه طعمها بيبقى اخف من الباودر. هنعمل كده نزود شويه، انتوا فين؟ تمام، رشه كده بهارات، كزبره بسيطه قوي من الحبهان، كمون حاجه بسيطه قوي، وهنقلب، شايفين اللون بقى؟ امسح بس ايدي هنا،
شايفينه هنا بنحمر البصلايه اهي مع حضراتكم. انا شغاله هنا اهي، بصوا عشان تعرفوا انا حمرتها ازاي، ومش زيت كتير ولا حاجه اهو. شايفين انتوا معايا؟ طيب في الحاجه ممكن اصحابنا يشوفوا معانا. ام جوزيف اهلا وسهلا بيك يا ست الكل، ازيك؟ ازيك يا حبيبه قلبي ام جوزيف الغاليه، عامله ايه؟ حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، الحمد لله يا قلب. يا رب دايما يا رب دايما تسلمي حبيبه قلبي. حبيبه ربنا يخليكي يا عمر. بصي يا ست الكل، اموري بيقول الجو بكره هيبقى نار، فشوفي لنا بقى ايه الاكل اللي هناكلها بكره والعصير اللي هنشربه ايه في الجو اللي احنا عايزينه ده. من عيني يا حبيبه عمري، حاضر. تسلم عينيكي. ناخد حاجه. انا عندي شويه، بص طيب، انا عندي شويه فراوله طيبين وشويه مانجا طيبين. شويه فراوله؟ عندي شيء كيس فراوله وكيس مانجا. ماشي حاضر. عايزه حاجه منعشه يعني؟ شوفي يعني، شوفي انت ايه اعملهم ازاي. حلو بس ولا حلو وحادق؟ ليه اجيبك انت يا قلبي؟ عينيا عينيا ليكي. حاضر. تسلم عينيك ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك يا قلبي. ولا منك ام جوزيف الغاليه، في حفظ الله حبيبتي. في حفظ الله. طبعا الاكلات السريعه في الحر ده، سمكتين في الفرن زي اللي عملناهم دول كافيين جدا. يعني ايه، مش محتاجين اكتر من كده. انا هوري حضراتكم بس، اقلب كده الناحيه دي. بصوا الريحه روعه، شايفين؟ انا بقى خلاص قربت اطلع على كده. بصوا الجمال، يا نهار ابيض. خلاص خلوا بالكم ما بياخدوش وقت كتير، والفرن حامي جدا. بصوا الجمال، لا لا حاجه ما شاء الله يعني. بصوا الريحه روعه. بسم الله نقفل. نحط في السمك شمعه. ماشي. هنقلب البصل هنا، وبصوا حضراتكم هنا شايفين الرز الصياديه عمل ازاي؟ بقى الخليط عامل ازاي؟ السمك روعه. بصوا بقى الرز بقى لونه عامل ازاي؟ ادي شويه البصل اللي احنا عملناهم ومش باينين في الاكل، بس هيدوا تيست وطعم للرز بشكل حلو جدا. عايزه اقول لكم روعه. احنا حاطين مرق، بس هاخد رشه برضو احتياطي من الملح خفيفه، ورشه من الفلفل كده، وطبعا هحط معلقه زيت لان انا اعتمدت على الزيت اللي انا عامله فيه محمره فيه بس الايه البصل، ما حطيتش تاني في الحله غير البصل فقط. فاسمحوا لنا بقى دلوقتي هنهدي النار كده، اغطي عليه واسيبه بقى يتشرب. دي بقى فكره حلوه، لما يطلع عايزين تزينه بشويه من البصل ماشي، مش عايزين براحه حضراتكم كده. الايه الرز الصيادية.